بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة بتتكلم عن المجموعة الثانية من الأنجيوسبيرمز اللي هي ذوات الفلقتين، ده كوتيليدون. وعرفنا إن كانت ذوات الفلقة الواحدة الجنين بيكون فيه كوتيليدون واحدة بس، ده كوتيليدوني بيكونوا 2 كوتيليدون. الستيم في المونوكوت كان الفاسكولار باندلز اللي جواه سكاترد فاسكولار باندلز، يعني متبعترة، لكن في حالة الدايكوتس بتكون ارينجد في حلقة. الأوراق في المونوكوت كان فيها بارلل فينيشن، في الدايكوت ريتيكيوليت فينيشن. الفلاورز كانت في المونوكوت برايميراس فلاور، يعني ثلاثية، أما في الدايكوت تكون تتراميراس أور بنتاميراس فلاور، رباعية أو خماسية. ده التفرقة ما بين المونوكوت والدايكوت. لو جينا شفنا الاوردر بتاع الدايكوتوليدوني هيكون عددهم كبير شويه عن المونوكوتوليدوني. بنقسم الايدنتيفيكيشن كي بتاع الاوردرز زي ما احنا متعودين، ان احنا بناخد الاوردر الاول وبعد كده ندخل في الفاميليز. هنلاقي ان الكي دي مدخلين A ودبل A. A فلاورز وذوت سيبالويد اور بيتالويد بيرينث، يعني البيرينث مش موجود، ممكن يحمل زهرة براكت، لكن أول محيط في الأزهار هو الأندروسيوم اللي هو الستيمنز. لكن دبل A بيقول البيرينث اوف سيبلز اور بيتلز اور بوث، يعني ممكن البيرينث الغلاف الزهري يكون محيط واحد أو اتنين شكل بعض أو مختلفين عن بعض، يعني البيرينث موجود. اللي هي لو تفتكروا كنا بنقول على الA كلاميدي فلاور والدبل A كلاميدي فلاور. بالنسبة للأكلاميدي فلاور اللي هو المدخل الأولاني A، احتمالين B ودبل B. الاحتمال الأولاني إن الستيمنز سنجل، هو ستيمن واحد بس، تبقى فاميلي فيرتيسيليتي، تبقى أوردر فيرتيسيليتي. لكن لو الليفز سوري لو كانت الستيمنز اتنين أو أكتر تبقى أوردر ساليكاليس. يبقى دلوقتي أنا عندي اوردرز بيتميزوا بان الفلاورز ما فيهاش بيرينث. لو كان الاستيمن واحد بس يبقى فيرتسيليتي، لو كان الاستيمنز اتنين او اكتر تبقى اوردر ساليكالس. المدخل الثاني اللي هو الدبل اي، عرفنا ان الفلاورز بتكون لاميدي. في احتمالين سي ودبل سي، ناخد سي الاولانيه بيتلز ديستينكت اور موستلي سو. طب يعني ايه ديستنكت؟ تعالوا نقرا الدبل سي عشان نعرف السي بيقول ايه. هنلاقي الدبل سي بعيد شويه، ادي الدبل سي. بيتلز كونيت، كلمه كونيت يعني ملتحمه، يبقى كلمه ديستنكت ان البتلات سائبه، يا اما تكون البتلات سائبه ديستنكت او تكون كونيت ملتحمه. نمشي في المدخل الاولاني، البتلات ديستنكت سائبه. ليه احتمالين دي ودبل دي. دي الاولانيه البيرينث بارت جنرالي الايك، يعني سيبالويد او بيتالويد، البيرينث عباره عن حاجه واحده. هختصر الكلام ده كله اقول ايه، اندفرنشيتد انتو كيليكس اور كرول. البيرينث غير مميز لا الكيليكس ولا الكرول ولا الكرول. اقدر اختصر كل الكلام دوت واقول هوموكلاميدي، فاكرينها؟ يبقى الهوموكلاميدي في احتمالين اي ودبل اي. اي فلاورز يوني سيكشوال تبقى يورتيكاليس، ولو كانت باي سيكشوال يبقى اوردر بوليجوناليس. نكمل على الدبل دي، يبقى انا كده قلت السي فيها دي ودبل دي. الدي الاولانيه قلنا البيرينث اندفرنشيتد يعني هوموكلاميدي، يبقى الدبل دي هيكون ايه؟ experience differentiated heteroclamidy. الهيتيروكلاميدي ليه احتمالين اف ودبل اف. الامبريو لو كان كيرفد يبقى سنتروسبيرمي، لدرجه ان احنا بنسمي السنتروسبيرمي ساعات بنسميه اوردر كيرفيمبري. ليه؟ لان الاوفري كيرفد معقول. لكن لو كان الامبريو ستريت احتمالين، لو كانت الاجزاء الزهريه سبايرالي ارينجد مترتبه ترتيب حلزوني،
يبقى اوردر رانالس. لكن لو سايكليك ارينجمنت يعني ترتيب في نفس الليفل عامل دايره كده حوالين النود، يبقى اوردر اسمه نوداليس. سوري، يبقى ليه احتمالين اتش ودبل اتش، بلاسنتيشن بارايتال روداليس، بلاسنتيشن لو كانت اكزايل يبقى ليه احتمالين اوفري انفيريور روزاليس، ودبل في الاوفري برضو انفيريور لكن احتمال انه يكون سوبيريور يبقى ليه احتمالين. ستيمنز rarely more than twice as many as sepals، يعني نادرا لما تكون الاسديه ضعف عدد السبلات. دي بالنسبه لجي. الدبل جي الستيمنز نيومرس، لا معديه عددها كتير. نرجع للجي، في احتمالين. الاحتمال الاولاني الستيمنز ضعف السبلات، الدبل كي الستيمنز قد السبلات. لو كانت ضعف السبلات لاحتمالين، جيرانياليس او سابنداليس. الفرق ما بين الاثنين حاجه في البذره، في الـ في الـ في الاوفيول بتكون في فنترال راف، او الاوفيول بتكون الفنترال راف والمايكروبايل اب اور اريكت، اختلاف بسيط قوي. هنضم الاثنين تحت بعض مع ان الستيمنز ضعف عدد السبلات، يبقى جيرانياليس او سابنداليس الاثنين حاجه واحده. لكن لو كان الستيمنز قد عدد السبلات يبقى اوردر اسمه رامناليس. ندخل على الدبل جي، نرجع للجي، الستيمنز نادرا ما تكون ضعف عدد السبلات، يبقى الدبل جي الستيمنز عديده نيومرس. ليها كام احتمال؟ احتمالين، الاوفري لو كان سوبيريور او الاوفري انفيريور. لو الاوفري سوبيريور لاحتمالين ان ودبل ان، ان الاولانيه بلاسنتيشن اكزايل يبقى مالفاليس، بلاسنتيشن برايتال يبقى برايتاليس، برايتال برايتاليس من اسمها. الاحتمال الثاني في حاله ان الاوفري انفيريور، احتمالين، المدخل الاولاني سيبلز اند بيتلز نيوميروس عديده يبقى اوبونتياليس، او دبل او سيبلز والبيتلز أربعة أو خمسة بس. لو أربعة أو خمسة بس ليهم احتمالين، يا إما تكون الأوفيولز سيفرال تو ميني إن إيتش لوكيول، يعني الأوفيولز عديدة، بلاش ناخد الأوفيولز عديدة. الأوفري سوبيريور أند إنفلوبد باي هايبانثيوم، أو الأوفري إنفيريور. لو الأوفري سوبيريور بس في حاجه اسمها الهايبانثيوم مغطيه عليه يبقى ميرتي فلوري، لكن لو الاوفري انفيريور يبقى اوفري، يبقى الاوردر امبلي فلوري. خلاص يبقى نحدد لو الاوفري سوبيريور ميرتي فلوري، ولو الاوفري انفيريور يبقى امبلي فلوري او امبلي فلوري. الميرتي فلوري ساعات في بعض الفاميليز بتاعته بيكون الاوفري تيبيكالي انفيريور، لكن مش هناخد الحالات دي. لو كان الاوفري سوبيريور يبقى اوردر ميرتي فلوري، ولو كان الاوفري انفيريور يبقى اوردر امبلي فلوري. ندخل على الدبل سي، حد يفكرني بالسي؟ بيتلز هنا كنيت متحمه، يبقى السي المدخل المقابل ليه كانت البيتلز ديستينكت سائبه. في حاله البيتلز كنيت ملتحمه ليه احتمالين، يا اما الاوفري سوبيريور كيو، يا اما في الدبل كيو الاوفري انفيريور. لو الاوفري سوبيريور في مدخلين، الستيمنز متقابله او الستيمنز متبادله. لو الستيمنز اوبوزيت، هي بتبقى اوبوزيت للبتلات، تبقى حاجه من اتنين، بلاسنتيشن فري سنترال بريميولاليس، بلاسنتيشن بيزل لامباجينالس. الدبل ار الستيمنز لو كانت متبادله، الكورولا ليها احتمالين، يا اما تكون هيربيشيوس يا اما تكون سكيريوس. في حاله الكورولا هيربيشيوس ليها مدخلين، الكورولا كونفوليولويد يعني التراكب بتاعها
ملتف بنقول عليه اوردر كونتورتي، او الكورولا تكون امبريكيت متراقبه فبنقول على الاوردر ده تيوبي فلوري. اما في حاله الكورولا سكيرياس ارشفيه يبقى اوردر لانتاجيناليس. طب لو كان الاوفري انفيريور حاجه من اتنين، الستيمنز ستينكت او الستيمنز كوهيرنت، كوهيرنت يعني ملتحمه، ودستينكت يعني سايبه، جت في البتلات قبل كده. لو الستيمنز سايبه يبقى روبياليس، لو الستيمنز ملتحمه احتمالين البلاسنتيشن الكاربلز 3 وكاربيتاليس، او البلاسنتيشن بارايتال يبقى كوكاربيتاليس، او الكاربلز 2 او 5 والبلاسنتيشن اكزايل يبقى البلاسنتيشن اكزايل يبقى كامبانيوليتي. كده يبقى خلصنا الاوردرز بتاعه الدايكوت. ابتديناها بان الفلاورز هتكون اكلاميدي او كلاميدي، وكل مدخل من دول بيتقسم لمداخل بعد كده علشان نوصل لاسم الاوردر بجميع صفاته. اي حد عنده سؤال يتفضل.